بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ان شاء الله هيكون يعني في قضية شوية حساسة كده، فهو فيديو للمتزوجات بس. جالي سؤال من سيدة متزوجة وزوجها مسافر، وبتقولي لو سمحت انا جوزي مسافر وبيتكلم معايا لحد ما شهوته تنزل وانا كمان، بالله عليكي ردي عليا، هو انا كده بعمل حاجة حرام؟ وقبلها بكام يوم جالي سؤال برضو من سيدة متزوجة وزوجها مسافر، وبتقول لي طب واللي جوزها مسافر ايه هي حدود الكلام وحدود العلاقة اللي ما بينهم اللي تحصل عن طريق التليفون او النت. فيلا بينا نجاوب على كام سؤال ونتكلم في القضية اللي شوية ايه محرجة دي بإذن الله. أول جزئية هتكلم فيها للسيدات المتزوجات دول قصة الحلال والحرام. طبعا أنا مش داعية إسلامي أو حد متخصص إن أنا أتكلم في الحلال والحرام، لكن طبعا أنا عملت سيرش قبل ما أعمل الفيديو عشان يعني لما أقول كلام أكون بقول كلام صح. الفيديوهات اللي أنا شفتها بتقول إن الكلام ما بين الزوج والزوجة كله حلال، لأن هو حتى لو كلام فيه أمور جنسية فهي حلال وهو حلال حلالها. فالكلام نفسه في أي كلام جنسي أو مداعبات عن طريق التليفون هو حلال، لكن اللي مش حلال انه اي امور خاصة او اي امور جنسية بين الزوجين هو مش حرام، لكن ما ينفعش عن طريق التليفون، ما يصحش عن طريق التليفون. ليه؟ لان هو هيؤدي لحاجة تانية حرام. يعني الكلام نفسه مش حرام، لكن هيؤدي ان احنا هنعمل حاجة حرام. فلما الزوج والزوجة هيتكلموا بالطريقة دي، هو اصلا اصل الهدف من الزواج، الهدف من الزواج سكن مودة رحمة. السكن هيتم ازاي؟ عن طريق تليفون. يعني المفروض ان الزوج والزوجة بيتزوجوا عشان يعيشوا مع بعض، زوجين يعيشوا هما الاتنين مع بعض، مش ان انا اتزوج وزوجي يسافر وتتم العلاقة عن طريق التليفون. ده كده يعني انتفى الهدف من الزواج. هلاقي طبعا ستات دلوقتي او ناس بترد عليا بتقول لي الظروف الاقتصادية وان الرجالة مضطرة انها تسافر عشان اكل العيش والفلوس والحاجات دي كلها. ما انا لو انا خلي ان انا تزوجت ورجعت انا بيت اهلي او فضلت عايشه في بيتي او عشت في بيت العيله، كلكم طبعا عارفين كميه المشاكل اللي بتحصل من الموضوع ده، كلكم بتسمعوا عن ان الزوجه بسبب سفر الزوج بتقع في اخطاء، ان الزوج ممكن في المكان اللي هو فيه يحصل له مشاكل برضو ويقع في زنا ويقع في حاجات. فهتقولوا لي طيب ما هو بقى الزوج والزوجه بيعملوا كده عشان يعني ايه نقلل المشاكل دي، هو ما يعملش حاجة غلط وهي ما تعملش حاجة غلط، وبدل ما هي تعمل شات او تعرف حد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي او هو نفس الشيء، فاحنا ايه يعني زيتنا في دقيقنا كده ونعمل الحاجة دي مع بعض. برضو ده مش حل، وبرضو مش هو ده الرد اللي يقنع اي حد بيه. الاصل ان الزوج والزوجة يعيشوا مع بعض. الزوج لسبب ما هيسافر ياخد مراته معاه، وكلنا عارفين ان في الشرع محدد ان الزوج ما يبعدش عن الزوجة اكتر من 3 شهور، وفي اراء بتقول 4 شهور. يعني الزوج ما يبعدش عن الزوجة اكتر من 3 او 4 شهور لاحتياج الزوجة ليه. نفس الشيء الزوجة مش مفروض تبعد عن الزوج خالص، هو اصلا الزوج بيتزوج لان شهوته ورغبته وهو عايز سكن وعايز علاقة حلال يعملها. طب ما انت حضرتك عايز العلاقة الحلال سيبناها ليه وسافرنا؟ سافرنا عشان الفلوس واكل العيش وكده؟ لا، زوجتي تكون معايا. مش في كل الاوقات بيبقى متاح ان الزوجة تبقى معايا. وانا عايزة اقول لكم حاجة، هي في بعض الاحوال بيكون مش متاح ان الزوجة تبقى موجودة مع الزوج، وفي بعض الاحيان الزوج اصلا بيسافر عشان هو يقول لها انا هجيب فلوس، ما انا لو هاخدك معايا يبقى مش هنحوش حاجه. طب ما هو حضرتك مش المفروض ان انا تتزوجني وتسيبني وبعدين تسافر عشان تحوش او تجيب فلوس او نجيب فلوس بقى عشان نبني بيت ونجيب عربيه وحاجات كده؟ مش هو ده الهدف من الزواج. ولو كل ست زوجها مسافر خلاص هي بدات انها تقوم بالموضوع معاه ده في التليفون، خلاص حضرتك هو هيفضل مسافر وعمره ما هيفكر ان هو يرجع تاني، لان هو خلاص انت بتدي له الحاجه اللي هو عايزها. صحيح ده ملوش اي علاقة من قريب او من بعيد للعلاقة الحلال اللي بتتم بصورة طبيعية اللي متعارف عليه، لكن حضرتك اذا عملتي كده
فانت خلاص انت بتساعديه على السفر الزياده والبعد الزياده والهجر الزياده. فالكلام مش حرام، لكن هيؤدي لحاجه حرام، لان حضرتك لما هتعملي كده وهو هيعمل كده هتتحول العلاقه الزوجيه من علاقه زوجيه حلال الى استمناء او عاده سريه. فاحنا الكلام اللي هو مش حرام، اللي هو كلام حب او مداعبه او حاجه، هتتحول لحاجه حرام اللي هي الاستمناء او العاده السريه. فطبعا قولا واحدا ان الكلام اللي في التليفون لازم يبقى ليه حدود. حضرتك انا بتكلم جوزي حبي فيه ودعبيه وقولي له كلام حب وهوني عليه البعد والسفر، لكن ما يوصلش الكلام لان انا اسيره او هو اللي يسيرني. لو يعني في بلدنا هنقبض قرش وهنقبض في البلد التانية قرشين، لا نفضل في بلدنا ونقبض قرش، لان القرشين دول هيؤدوا في الاخر الى بعد، الى جفا، الى انتوا شايفين كويس الولاد اللي طالعين منفلتين ومش متربيين ومفيش الاب مسافر والام مش ملاحقة على تربية الولاد. فالقرشين الزيادة اللي هيجوا هنصرفهم على الولد عمل مشاكل ودخل القسم وراح مش عارفه مين رفع عليه قضيه، واكتشفنا ان هو بيشرب مخدرات فعايزين يدخله مصحه عشان نعالجه من المخدرات. فالناس اللي مفتكره ان السفر اللي بيجيب فلوس، لا، الفلوس دي احنا هنعمل بيها وهنطور بيها ونعمل، انت مش تعمل بيها اي حاجه، وفي الاخر هتلاقي ان الفلوس دي، يعني انا عايزه اعرف حاجه، الزوجه اللي زوجها بعيد عنها، زوجك ده لما يتعب فين المشاعر والعواطف اللي بنيناها في سنين الجواز عشان ان انا مثلا اقعد وراعيه واطببه وابقى قاعده معاه كده، اللي هي مشاعر الحب اللي بتتولد بقى في سنين العشرة عشان لما انا اتعب الاقيه يقف جنبي، وانا هو لما يتعب يلاقيني برضو واقفة جنبه وفي ظهره وبسنده. فالحياة الزوجية الصح هي الحياة اللي هي بتتم واحدة واحدة ومرحلة مرحلة وبنعيشها مع بعض، مش عايشين باللاسلكي، عايشين بالمراسلة، هو في مكان وانا في مكان، وبعدين اتكلم في التليفون عشان اقلل بقى الشهوة، او يعني لا، ده حاجة طبعا انا يعني اكيد ظروف كل واحدة صعبة. ولكن البنات بقى كمان اللي بتبعت لي وتقول لي انا هتخطب وهتجوز على طول وخطيبي هيسافر بعد 3 شهور، هو حضرتك قولي لي حاجه احمل بيها على طول، هو حضرتك متسربعه قوي ليه كده ان انت تحملي؟ يعني اولا ان انت بلاش تبقي مبسوطه قوي، العريس اللي هيجي ومش عارفه جاب شبكه وعامل ايه وهو مسافر بقى وحضر لك حاجتك وهوبا هيتجوزك 3 شهور ويسافر، ده ما اسموش جواز. وحضرتك هوبا عايزه حاجه سريعه عشان تحملي، فانت تحاولي ان انت تجذبيه ان هو يبقى قاعد معاكي، او ان انت تلاقي حاجه تتلهي فيها. يعني ما فيش حاجه اسمها كده، انت اقعدي في بيت اهلك معززه مكرمه وما تتجوزيش الجوازه الغريبه اللي هي مش جوازه اصلا. دي نصيحتي ليكوا طبعا، وكل واحده تختار حياتها زي ما هي عايزه، بس البنات الصغيره اللي عندها 18 و20 سنه بتكون فاكره ان هي دي هتبقى سعيده او هي دي حياه، وصدقيني لما هتكبري على 25 ولا 27 سنه هتعرفي ان مفيش حد نصحك ومفيش حد قالك ان دي مش جوازه خالص، وهتقولي يا ريتني كملت تعليمي واشتغلت وعشت وما اتجوزتش جوازه هي مش جوازه اصلا. وربنا يهدينا جميعا. وانا قلت رايي في الفيديو، من يعني للسيدات ابتعدي عن الموضوع ده عشان هو هيوقعك في حاجات غلط، وفي الاخر انت مش هت جوزك مش هيفكر ان هو ينهي شغله بره ويجي يقعد معاكي، لان انت مش حرمان من حاجه، وفي الاخر والاخر اكيد فيها نسبه حرمانيه، لان العلاقه الزوجيه اصلها الستر، فالموضوع ده ما فيهوش ستر، لان احنا متراقبين. يعني انت مكالمات تليفوناتك دي ممكن تلاقي اي حد خدها، اي حد عملها، فهو كده بعدنا عن نطاق الستر. وربنا يحفظنا كلنا ونحكم عقلنا كده، وربنا يهدينا جميعا.